مرحبا بالمشاهدين مع مسلسلات تركية غيرت مجرى أو مفهوم المسلسلات التركية اللي للبعض بفكر أن المسلسلات التركية هي فقط رومانسية، ولكن بالعكس أجت المسلسلات اللي تثبت العكس وأرجونا من خلالها التنوع الدرامي الكبير في المسلسلات التركية. وقبل ما نبدأ رجاء لا تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ والترتيب رح يكون عشوائي. مسلسل الشخصية، هذا المسلسل خصيصا مسك الدراما التركية وخلاها تحلق فوق، والمسلسل وصل للعالمية بسبب قصة المسلسل الأصلية والجديدة والغير مألوفة، واللي بتتكلم عن آغا، رجل متقاعد من زمان وبيكتشف من بعد التشخيص انه عنده زهايمر، ولكن ما زعل، بالعكس استغل حالته وقال ليش ما أخلص على الناس الأشرار، وأصلا بالنهاية أنا ناسي ما راح أحس بتأنيب الضمير، ضمن حبكة وخطة أحداث مفعمة بالتشويق لدرجة انه في بعض الأحداث راح تحطوا ايدكم على راسكم لما تشوفوها، أحداث مفاجأة غير مألوفة. والتحفة الفنية الدرامية الشخصية هي من كتابة هاكان جونداي، واللي سبق وقدم للمشاهدين واحد من أقوى الأفلام التركية وهو فيلم مسلم جورسس. ومسلسل الشخصية مكون من موسمين، الموسم الأول 12 حلقة والموسم الثاني 10 حلقات. والإنجازات اللي حققها المسلسل، أولا بطل المسلسل أخذ جائزة الإيمي أورد الأمريكية العالمية كأفضل ممثل لدوره في مسلسل الشخصية، والمسلسل كمان أخذ جائزة أفضل دراما قصيرة من مهرجان دولي في فرنسا. فعلا كان مسلسل رائع غير مجرى المسلسلات التركية. مسلسل الفناء، مسلسل فعلا خارج عن المألوف، حرفيا كان مسلسل تشويق بلا حدود، كل حلقة بتحمل معها مفاجآت وأحداث كانت مشوقة وبعضها كانت أحداث بتقهر يعني، بس مسلسل كان مشوق. وإذا بدنا فعلا مسلسل مميز كمان، هو أحد المسلسلات اللي عرفت الناس على الدراما التركية كونه مسلسل مختلف، هو مسلسل الفناء، ومجموع حلقات المسلسل 44 حلقة. مسلسل الحفرة، ومع بدايات الحلقات الأولى من المسلسل جميع مشاهدي المسلسلات التركية عرفوا بأنه مسلسل الحفرة رح يكون مسلسل واعد، وفعلا حسهم كان بمحله لأنه الأحداث اللي شافوها بالحلقات الأولى خلتهم يعرفوا أنه مسلسل الحفرة مميز، واللي بيثبت أنه مسلسل الحفرة غير من مجرى المسلسلات التركية هو في ناس ما كانوا متابعين للمسلسلات التركية، ولكن وبسبب مسلسل الحفرة صاروا من أكبر المتابعين للمسلسلات التركية وبالأخص لمسلسلات الأكشن التركية من بعد ما شافوا مستوى التشويق العالي في مسلسل الحفرة. والحفرة هو أفضل مسلسل قدمه الكاتب كوكهان هورزوم في كامل مسيرته ككاتب من بعد مسلسل السنوات الصفصار. وفي السنوات الأخيرة الدراما التركية دخلت آفاق جديدة من أنواع الدراما، وتحديدا مع الدراما النفسية اللي حظت على اهتمام محلي وعالمي. فمثلا على الصعيد العالمي وتحديدا في المعارض الدولية اللي بتبيع المسلسلات، كانوا بيتكلموا عن قوة المسلسلات النفسية التركية اللي نجحت من أول مسلسل تركي بيتكلم عن الأمور النفسية بشكل رئيسي، لأنه سبق وفي مسلسلات تركية قديمة جابوا بعض المواضيع النفسية لكن بشكل جانبي مهمش. أما ومع أول مسلسل تركي نفسي وهو شقة الأبرياء اللي حظى على اهتمام كبير على الصعيد العالمي، وكان مسلسل شقة الأبرياء دافع وسبب في إلهام كتير من المنتجين للمسلسلات من حول العالم بأنهم ينتجوا مسلسلات نفسية، وفعلا اشتروا حقوق مسلسل شقة الأبرياء وأنتجوا منه نسخة سويدية ورومانية من المسلسل. وشقة الأبرياء وحتى على الصعيد المحلي ومن بعد إقبال المشاهدين على الدراما النفسية، قررت الشركة المنتجة لشقة الأبرياء الاستمرار على إنتاج المسلسلات النفسية، وشقة الأبرياء استمر لموسمين ومجموع حلقاته 71 حلقة. م-
مسلسل ما ذنب فاطمة قول طرح موضوع جدا مهم والأهمية الموضوع. المسلسل وصل لشريحة كبيرة من المشاهدين من حول العالم، وهو عن قصة بنت تعرضت للإعلاء. ونفس الكلام في ناس اتعرفوا على المسلسلات التركية من وراء مسلسل ما ذنب فاطمة قول، لأنه كمان المسلسل الدبلج لأكثر من لغة: فرنسي، إسباني، عربي، أردو، برتغالي. طبعا مشاهدات المسلسل في كل البلدان اللي ذكرتها وغيرها من البلدان اللي انعرض فيها المسلسل كان بيجيب مشاهدات بعشرات الملايين. والموضوع اللي طرحه المسلسل ساهم بتغيير مفهوم الدراما التركية من خلال قصة جديدة تم طرحها ومناقشتها بحبكة جدا ممتازة. مسلسل حريم السلطان، وبالرغم من انه المسلسل ما عجب شريحة كبيرة من الناس، الا انه بنفس الوقت نال على اعجاب عدد كبير من المشاهدين وعلى مستوى العالم. حتى اكبر مشاهير العالم علقوا على المسلسل انهم حبوه وتعلقوا بشخصيات المسلسل. والمسلسل اجا بوقت كانت المسلسلات التركية بحاجة لتجديد وانتعاش من القصص المكررة، وبسبب قصة المسلسل الجديدة حفزت الناس يشوفوا المسلسل، وكمان بسبب فضولهم لأنه المسلسل أثار الضجة. ومجموع حلقات المسلسل 139 حلقة ساهمت بتغيير مفهوم الدراما التركية بنجاح. مسلسل وادي الذئاب، مسلسل غير مفهوم مسلسلات الأكشن في وقت مبكر جدا من لحظة انتشار الدراما التركية، لأنه المسلسل ما كان فيه قيود. مسلسل حر بيتكلم عن كتير من المواضيع السياسية وبكل حرية، والمسلسل استمر بنجاح عالمي على مدار مواسم. مسلسل قلب واحد، المسلسل حظى على إقبال عالمي ومبيعات ممتازة. ليش؟ لأنه المسلسل طلع من قالب المسلسلات النفسية والتاريخية والرومانسية والأكشن، وكان توجه مسلسل قلب واحد هو الدراما الرياضية. وكونه أنه مسلسل رياضي طبعا غير من مجرى الدراما، وكان بعيد عن الأكشن أو التاريخ أو النفسي، كان دراما جديدة كليا وهي الدراما الرياضية. وبسبب أنها نوع دراما جديدة في المسلسلات التركية حظت على اهتمام دول أجنبية واشتروا المسلسل ونعرض عندهم، والمسلسل كان من 22 حلقة وفعلا كان مسلسل مميز. وطبعا المسلسلات الرقمية ساهمت وبشكل كبير بتغيير الصورة النمطية للمسلسلات التركية، زي مسلسل قصر بيرا، مسلسل مميز في تاريخ الدراما التركية لأنه كان بيجمع بين الخيالي والتاريخي والدرامي، وغيرها كمان من المسلسلات الرقمية اللي كانت مميزة وساهمت بتغيير صورة المسلسلات التركية النمطية. وانتو كمان شاركونا رأيكم بمسلسلات بتشوفوها غيرت من مجرى المسلسلات التركية. وأخيرا إذا حبيتوا الفيديو تنسوا اللايك والاشتراك في القناة.